جناحا السلام مكتوب عليه حكم القدر تفرد جناحا السلام وتوسط موت السفر زي نجمة في قلب الظلام يا خالتي انت دايما كنت اقرب الناس لينا ودايما فاتحين لك قلوب ونحكي معك في اي حاجه وبالذات انا يا خالتي يعني يمكن نكون صريحه معك اكتر من امي عشان كده يا خاله نحن جيناك عشان نحكي معك عن موضوع خالي خالد السيره دي عادي تعرف عارف عارف انها غلط ومن المحظورات ومن الممنوعات بس يا خالد غلط احفوني من السيره دي ريحوا بالي يا اخواني خالد دخلنا يا خالتي يعني ما ممكن نقوم نعايل له ويتشرد كده بس يا خالة ده ما عدل كفاية انه غلط واخطأ ويتعاقب مفروض بعد كده يرجع لنا حاسد على حالكم ده مسخ علي حياة الدنيا مسخ علي عيشتي لكن نسوي شنو هو براه اللي اختار السكة دي انت كتب الاول ورينا ورينا السبب شنو خلوه بقى كده ورينا الحياة دي احنا ما عارفين عنها اي حاجة يا خالتي لازم يكون في سبب وداه في السكة دي في شنو يا خالة من يوم وقام شراني خلنا المدرسة وبرا أصحاب السوق كل يوم عنده مشكلة
يا فالك يا مفلوق يا ضارب يا مضروب. الجيران اشتكوا، ناس الشارع اشتكوا، الأهل اشتكوا، وأبوي الله يرحمه قدر ما دق فيه ما عرف حاجة فيه، وهو زايد في الزايد فيه. وهو دخل السجن متين؟ في الأول دخل الإصلاحية، مسكوه هو أولاد تانين، كسروا لهم دكان وشالوا فيهم. أه. طلع من الإصلاحية دخل السجن، ومن سجن ليه سجن. كل يوم نحن تعبانين ما عارفين محله وين، وسنين سنين سنين نشوفه وسنين ما نعرف محله. أبوي بالمغص الله يرحمه يتوفى، وبعد شوية لحقت أمي الله يرحمها. بقينا ما عارفين محله وين زي ما قلت لك، وقينا خاتين لنا في قلوبنا. يا خالتي ما عارف، لكن في حاجة كده بتشدني يا خالدة، ارتباط كده بيني وبينه، شعور مبهم كده ما قادر أفسره، برتاح لسيرته. أنا داير أقعد مع خالدة، داير أقعد وأتناقش معه وأحكي معه، أفهم منه كل الحاصل. هسه أنت وين يا خالي؟ أسبوع يا أشول، أسبوع يا أخي، أنا غلبت عليك الدنيا دي كلها ما خليت لك محل. والله يا طبق مشتاق لك، والله يا والله عليك. والله العظيم أنا شوقي بحر يا الله. ما معقول يا أخي، عامل كيف أنت؟ عامل كيف يا أخوي؟ والله تقول شنو يا ضبة يا أخي، أخوك لما ضاقت به الوسيعة وتقفلت عليه الطرق والأهل أبوني، ربك رب الخير أوها واللي البيت ده حق زور راجل ما عرفك الترخيره، بيت عشوائي، فقال لي أسكن فيه على الأقل تحرسوا لي. ما الدنيا بخير يا صاحبي. يا زور كيف الدنيا فيها ناس الخير يصابقوا على الخير. أيه والله جلال الله، والله العظيم صدقت والله. هاوي التعامل كيف؟ أنا طالع من السجن لاف يا صاحبي، لحد حس ما رسيت ما عارف أقبل وين. وأهلك طردوك؟ أهلي احنا يا اخي ما بقينا منبوزين، حكايتنا بطاله جدا. اهلنا دي سببنا لهم مشاكل لا تحصى ولا تعد، مشاكل ما بتتعالج كله كله، عشان كده حقه نسيبهم في حالهم يا اخي. خليهم اهاوي تعامل شو؟ اعمل شنو يا اخي؟ وانا غايته في السين اتعلمت النجاره والميكانيكا واتعلمت الحداده ذاتها. جميل كمان. جميل جدا، نشوف لك ورشه تشتغل فيها دي اذا كان ما طردوك. بريحونا لكن يا اخي، خلق الله بريحوني لكن يا اخي. ايه تذكر ايام زمان يا الضبه. تذكر ايام زمان، اتخن تخين ما يقدر يعايل ليك علي الطلاق، اتخن تخين، واي زول لما يسمع اسم ضبه تجوه الرجفه، الطير في السماء في السماء كان بيرجف يا ضبه. زمان يا اخي، زمان يا اشول، زمان جاهليه ده يا اخي، الله لا عاد يا اخي. اي والله. اها يا اخوي ان شاء الله تبت. الحمد لله، توبه نصوحه، والله توبه نصوحه. لا لا لا، بيني وبينك والله يا ضبه عقدك قاعد اكذب عليك، توبه نصوحه والحمد لله. كفايه بلاوي يا ضبه. يا ضبه زمان الواحد فينا لما يجي ماري خلق الله كله تاشر عليك. اعوذ بالله. ذاك اشول المجرم ده هنا جاب، وشنو اعملوا حسابكم؟ ناغ عليه وعلى نيه شويتين كده يا زول، الحجاره تقع عليك في راسك، العكاكيز البراطيش ما لنا ومال البراوي يا حبيبي. اللهم كن من الشاكرين، غير صلاتنا ما عندنا اي شيء. لكن ما دفعنا الثمن غالي يا شول، غالي جدا من عمرنا يا اخي. ما عارف اجراني الا السكه دي شنو. انا كنت ماشي في السكه دي بدون وعي وبدون تفكير، ما عارف اجراني الا سكه زي دي شنو. اخ ضميري ابدا ما مرتاح، يا ريت ضميري يريحني يا اشول، يا ريت. ده شنو ده؟ الباب بيدق. في زول بيجيك هنا يا صاحبي؟ لا لا لا، ده بيكون حاج خويا اللي ده. ما اعمل لك مشاكل ولا كده يا اشول يا اخي؟ لا ابدا، الراجل طيب جدا جدا، احتمال كبير جدا يكون جاب لنا الغداء ولا حاجه زي دي. الراجل مشكور والله العظيم، طوالي بسجل لي زيارات هنا ومرات يعزمني هناك في بيته وحاجه زي دي، قدمت اشوفه. يا اخوي يا اخي، التعب لزوم، وشنو يا اخي كتر خيرك يا اخي، بارك الله فيك يا اخي، فضائلك علينا كثير والله العظيم. ما في تعب،
الله يخليك. قال معك ضيف؟ أي معي ضيف. اتفضل تعال شوفه. على مشي بارك الله فيك. ما تفضل شوي عليك. ما مستعجل على مشي بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يخليك. الله يسلمك. تتناول الترابيزه دي. ست يا لطيف يا رب العالمين. ده زولك جاب الغداء؟ والله الراجل طيب جدا جدا كتر خيره. الراجل مشكور. كل مره تفضل كتر خيره. والله يفتح عليك. الراجل مشكور تصور طوال يجيب لي الاكل ومرات يعزمني في بيته. الله يفتح عليك. راجل والله راجل ما اقدر عليه زواج. الدنيا ما بخير يا شول يا صاحبي. يا زول تفضل. الدنيا ما بخير. ما تقول جعان ميت عليك امام الله جعان. روحك الكبير يا مان. لا اله الا الله رسول الله. شميت ريحه مصاريني. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع مني نصيحه يا عادل. اوعى تستجيب للاستفزاز. لانه ده العدو الاول بالنسبه للمحامي. بس يا استاذ عبيد تاكد انت. بمجرد ما انفعلت وطلعت من طورك خسرت القضية. لكن لما تحافظ على هدوءك ورزانتك وتجاهلك لطعنات الخصم دي بتديك فرصة انك تنتصر وتكسب القضية. بس يا استاذ عبد ده انسان غريب جدا. عنده اشارات وتلميحات ما مهذبة ابدا. قصد يهزك ويدمرك. انت لما انفعلت رجحت كفته في القضية. استاذ عبيد انا اسف. انا الظاهر علي تهورت بس انفعلت شويه كده ونجح انه يستفزني. ولا يهمك يا عادل. ده حقه درس تكون استفدت منه. بالمناسبه انت حيكون لك شان عظيم في عالم المحاماه. وانا عايز اقول لك انك كل يوم بتحقق نجاحات ما سهله. استاذ عبيد انا مهما كان برضه تلميذك ده كله بفضلك. كله باجتهادك ومثابرتك. وعشان تمشي بخطة ثابتة لقدام حقه ما تخلي موضوع خالك ده يكون بالنسبة لك نقطة ضعف. ولاحظ انك كمحامي هتواجه نوعيات مختلفة من البشر. نوعيات غريبة بتحاول تستفزك. ونوع غريب لئيم حيتلائم معك ويسيء لك. صدقني يا استاذ عبيد انا ما حخذلك ابدا. ودائما حكون عند حسن ظنك بإذن الله. ما عندي شك في كده. بس حاول دائما تحتفظ بهدوءك وترسم على وشك ابتسامة. ابتسامة كده ما مفهومة. الابتسامة دي هتخلي الخصم يتلخبط ويسور. بكده تسحب البساط من تحت رجليه. تأكد إنه حتذكر وصيتي دائما يا أستاذ عبيد. أصله ما حنسى. في أحلك الظروف وأشد الأزمات تخليك مبتسم. ابتسامة باهتة ما بتدى أي انطباع. زيك يا كوتش. أشول يا أخي النهار كله والليل كله يا أخي قاعد لي في الأوضة زي الزنزانة دي يا أخي. ما تطلع يلاك نمشي نتمشى شوية يا أخي. يا أصلك ما تتكلم في موضوع زي ده. أنا هنا كويس جدا مرتاح جدا يا أخي جدا. ما أحسن تطلق رجلك شوية يا أخي. لا 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 صاحبي أنا قاعد كويس جدا مرتاح. طيب ما تشغل طيب. نفسك بي كله طيب. هاك دي طعمية وعيش يا حبيبي. ما تعبتك معايا يا أشول يا أخي. تعبتك تعب كتير جدا يا أخي. تعب شنو يا طب يا أخي. الكلام ده عيب يا أخي. ما تقول كلام زي ده يا أخي. يا أخي فضائلك علينا كثيرة يا أخي. يا ضبة يا أخي والله العظيم الواحد فينا كان يشتغل الليل والنهار. والله ما يعني ما ينسى فضائلك. أنت يا أخي ما أصيل يا أخي. أنت ما بتحترم العشرة يا أخي. يا ضبة أنت يا أخي فديتني بعمرك. في زول بيفضلي زول بعمره. أنا والله ما أنساها. والله ما أنساها مدى الحياة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. الدنيا لسه بخير يا أشول. التاجر كانت حيطته عالية وعامل فيها سلك شايك دبل. وكان عنده كلب أجارك الله بلدوزر أسد. بس أسد خايف على قروشه الكثير المقسدسة من السوق. معاي ضبة والعيفة وعرقلة. احترنا منو اللي بيقدر ينط الحيطة دي. ضبة دق صدره وقال أنا دبا نط ليكم الحيطة. كلس مبهض تلب جوا. الكلب هجم عليه مسخ الكلب ده كش كسر رقبته وجدعه بعيد.
قوي. فتح لنا الباب، الجماعة دخلوا، أنا وقفت جنب الباب. التاجر جمارك ومعاه جماعته. أيوة، كان معاه سلاح؟ كيف؟ طبنجة عيار 38. أنا ما عرفت الحاصل شنو، كنت واقف برا. حكى لي العيفة، قال لي ضبه هجم على الراجل، لوى ايده وقلع منه الطبنجه، رماه بعيد وطق بنيه جدعه هناك. الاثنين كمان هجموا، رفس ده بنيه وطق الثاني هوك، فك واحد بيجاي واحد بيجاي. والله اليوم ده خمينا جنس قروش كيسين مخدات. ضبه ده ما كلس ما بيهب، كتلت فيه. ضبه ما كان ذراعي اليمين. معليش يا ريس، ده كان حالنا. بكره ضبه يطلع ويتغير الحال الى حال تاني. يا زول، ما في ناس تتعب تعب امانه، ما في ناس تسهر الليل وما تنوم. ضبه قول لهم كان ضبه جاي والله تشرب وما تروى. اسمع يا شول، انت لما سكناك هنا أي؟ عارفينك وعارفين طريقتك وعارفين اسلوبك، كمان لما سكناك تجيب لنا ناس مجرمين ومرددين بتاع سجون تطلع. والله انا قوم اسيب بكره تحل لك اللي يطلعوك زي الكلب. معلش معلش يا 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 كلام يا فارغ يا اخي، انا ممكن اشرح لك؟ ما دار الشرح ولا دار كلام فارغ. انت لما تجيب لنا زول تجيب لنا الضبه يا خوجلي. خليني اشرح لك، الراجل تاب، من تاب تاب الله عليه. يا زول هوي، انت هو ما دار لكم في البيت ده، تطلعوا لي الاثنين. يا خوجلي خليك انت هنا ارتاح يا اخي، انا بمشي بطلعوا لك. انا ده بطلعوا انا ده وكتفوا ودقوا وامسكوا. ماشي دمرك منها، والله دائما سمعك فيها. Mm-hmm.
تفضل. انت ليه يا استاذ علي؟ ايوه يا عادل. نعم. بنتنا هدى بدر الدين. ايوه زي حالك. اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يسلمك. ابوها رئيس صديقي جدا. ما تبي تخرجت من كليه القانون ونجحت في المعادله. مبروك يا استاذه. الله يبارك فيك. مبروك والله. الله يسلمك. وجاي هنا عشان تتدرب معنا. ما شاء الله والله. يا مرحب. عادل. عادل عباس. اهلين تشرفنا. انا بعتبره المعلمين في المكتب هنا. الله يخليك يا استاذ. بعتمد عليه في كل كبيره وصغيره. الله يخليك يا استاذ. شكرا. بالمناسبه دي فرصه عشان تمشي معاه المحكمه وتشوف الحاصل هنا بنفسك. دي فرصه حقيقيه لانه اسي قبل شوي انا كنت حمشي المحكمه طوالي. خلاص يا هدى. ممكن ننزل طوالي. طيب. تبدي من اليوم معنا. عنزك يا استاذ. تفضل. طيب عنزك يا استاذ. مني لكم التوفيق. ان شاء الله. فلتت مني في اللحظة الأخيرة يا ريس، لكن مع عربية فارهة VXR ما بخليها أنا بالمناسبة. شفت بس لحظات كده وغطس ليك حجر أبو أهلها. معني يا كورناف؟ أيوة يا ريس. تبشي تفرتقة غادي غادي. البوليس اليومين ديل خدت عينه على الزريبة. معقول يا ريس أنا أكرر الغلط ده تاني؟ الجنازة نقتله ونكفنا بعيد بعيد. أي بعيد بعيد. إذا نجحت في إثارة الشك في أوائل الاتهام تأكدي أنك كسبت القضية. بعدين يا هدى مهما كانت الأدلة قوية ودامقة، إذا قدرت تطعن في أوائل الشهود أو حتى أوائل شاهد واحد بس تأكدي أنك كسبت القضية. في نماذج هنا كثيرة، أنا ممكن أوريك اثنين أو ثلاثة. معلش يا عادل يا أختي عبتة، ما ممكن أربع ساعات قضايا؟ نأجلها شوية كده. هدى معلش أنا آسف، ما انتبهت للوقت حقيقي. أكيد دوشت لك راسك مش كده؟ لا لا بالعكس، دي كلها معلومات مفيدة لأنها مأخوذة من الواقع المعاش، يعني نتائج حياة كثيرة. تمشي البيت؟ لا شوية كده. طيب إيه رأيك في شاي فاهم؟ والله ما تقول محتاجة لي بس كده؟ طيب نحن ننزل الكافتيريا تحت نشرب شاي ونجي طالعين. طيب يلا راح. معقول؟ وبعدين؟ بعدين لما مشيت عايز أتكلم معه وقام اختفى. لكن الوداو ليك هناك شنو يا رشا؟ يكون عايز يشوفك. والله عادي كان نفسي اتكلم معاه لكن ما اداني اي فرصه. الله يكون في عونك يا خالي. الفاتح الفاتح، ازيك الفاتح؟ ما عرفت لي ولا شو يا اخي. انا خالد ود عمك. يا مرحبا، اهلا وسهلا. ازيك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ الله يبارك فيك. ازيك انت؟ بارك الله فيك. سنين يا اخي ما تقابلنا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الاولاد ازيهم؟ وسين بخير. انا والله العظيم شفت لما مرت من السجن ناوي اجيك، لكن بس ربنا ما هون.
بخير الحمد لله. كيف احوالك؟ الله يبارك. ان شاء الله كويسين. الله يسلمك. اولادك تمام؟ كويسين الحمد لله. زمن يا ود عمي ما تلاقينا. نعم. نسيت العشرة انت ولا شنو؟ كيف حالك؟ احمد الله واشكر فضله. ومرقت من السجن 200 يا اخوي. مرقت لي فترة طويلة جدا لكن الظروف كذا ما سمحت لي وبالصدفة ربنا اول ما نفيك الليلة. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يسلمك. الله يعزك. اها طيب. عارزنك انا ماشي والله مستعجل شويه. طيب شويه يا قد عمي انا في رقبتك انا ولا دقيقه بس يا ابويا ابويا يا لاقين يا أخي والله الفاز أيام عجيبة جدا بالله تتذكر أيام طفولتنا دي أي يا أخي والله أنت كنت ملعون لعنة مع هذه عجيب جدا تقوم جبت تولع النيران أنت راس هوس كنت بالمناسبة تولع النيران وتعمل لنا المشاكل وبعد ذاك تقوم تكون بالزوغة والله ايام يا اخي سبحان الله خالد ودعمي. ازيك يا نجاة؟ اهلا. كيف ان شاء الله يكون ودعمي ده مستور معك؟ كويس الحمد لله. وين الاولاد عشان اسلم عليهم؟ ما في شيء. والله سنين طويله انا ما جيت البيت ده يا جماعه. اه فعلا. سنين والله العظيم يا عالم الله. الفتح تعال. اتفضل خذ راحتك. تفضل يا براحة اتفضل أمانة يا سرير ما جاك بلا أمشي يا ولد عمي أمشي خليك من النسوان ديل خلينا ناخذ راحتنا يا الله تعبانين دمنا فايل يا الله العظيم حالة صعبة خلق استغفر الله العظيم وأتوب الله الكريم الراجل ده جبته هنا ليه؟ الراجل أنا ما جبته الشربك فيني وجا معاي شوف لك اي طريقه اصرفه من هنا كمان داير يرقد ينوم خلاص يا نجات نتغدى بعدين نشوف له دباره بيجيب لنا شوفها ما بيقعد هنا ده اسمع يا نجات انت عارفه خالد دود عمي وزمان كنا بنلعب سوا وبعدين اسمع يا الفاتح هاي الراجل ده يعني تطلع من هنا يعني لازم تطلع من هنا قبال ما انا مش اطرده خلاص خلاص انا بتكلم معه متردد السجون زي ده ما بيقعد في بيتي ما بيقعد قلت ليكي ما بيقعد يا اخي خلاص يا اخي عليك الله امشي جهز لنا الغد امشي وانت عارف كان جني قام علي ما بسكت خالد خالد ايوه قول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قوم يا اخي اصحى كفايه النوم قدامي مثلا ليك حمام تغدى الله يا لطيف هون علينا يا رب السجن كسر كلنا وكسر يسيمنا كله قدامنا الليل علي ما هينانا ربنا يهون ها كويس كويس تعال اول حاجه سلم على عمك خالد وبعدين نجيب الغدا مسلم عليهم ازيك يا ولدي؟ لا ما مسلم عليهم ها؟ ليه يا ولدي مالك؟ امي قالت لي انت حرامي طيب ما فيش انا مسلم عليهم بقول لك انا مش هقدر اتكلم
تعال يا ولد بلاش كلام فارغ. دول اكبر منك تقول له كلام زي ده؟ والله يا امي قالت لك. قالت لك شنو امك؟ قالت لي ما تسلم عليه. ليه؟ الزول ده حرامي قالت لك. اه؟ عينك قلت لك هذه. وليه اسمي يقول لك ده ما يسلم عليه لانه الزول ده حرامي، وليه اسمي يسلم عليه ولا واحد فاول ادمه بخط ايده في ايده. انت عارفه قال الراجل شنو؟ قال له انت حرامي ما بسلم عليه. انا قلت لك كده. لكن ليه انا جات؟ كده بس. عشان تاني ما يعتب بيتنا ولا عيل بيتنا. ده ما ود عمي؟ وما يبقى ود عمك. تقولي له كلام زي ده؟ وتقولي له يا طفل الصغير زي ده؟ ده كلام فارغ يا اخي. لا ده. الله. ده مش وين ده؟ خالد. يا خالد. معناها فرق. فرق زعلان. برافو يا عادل، اهو الشغل كده ولا بلاش؟ ده كله بفضل جهودك معانا يا استاذ. اجتهادك هو اللي وصلنا كده، وانا منتظر منك الكثير، وانا اهنيك يا ابني على النجاح ده. تلميذك يا استاذ، الفضل برجع لك. هاي يا هدى، ان شاء الله يكون استفدت. طبعا يا استاذ، اتعلمت حاجات كثيره. استمر مع عادل، وانا متاكد انك حتستفيدي كثير. انا ما عندي مانع لو الاستاذ ما عنده مانع. عندك مانع يا عادل؟ والله هو طبعا يعني ممكن تستمر. والله يا استاذ ما ادري اشكر لك قدامك، لكن حقيقي لقيت منه خير معاون، عنده ذكاء نادر، بعدين عنده حضور مميز. بس كفايه يقوم يصيب الغرور وبعدين تطلع فيها. انا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق يا عادل. كله يا اخونا يا ابن العم، ما ممكن لكن الكلام منو ده؟ شو ده وده؟ طبا يا جوك يا اخي، ما ممكن. كيف حالك؟ ازاي الحال يا اخي؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا معلم. كيف حالك؟ كيف حالك؟ والله يبارك، اشوفك طيب. الله يبارك فيك. وين يا طبا؟ قبض الجو شو زمن؟ والله زمن زمن. كيف الحال؟ احوالك؟ والله يبارك، اشوفك طيب يا اخي. الله يبارك فيك. اهو 200 طلعت من القفل وجيت وكذا. والله انت تعرف مما فكوني يا جوك علي الايمان، بالله العظيم ما خليت لك اي حته، قلبت الدنيا دي تحت فوق شمال يا اخي. تسال عنك العافيه. والله تسال عنك العافيه. كيف حالك؟ اها الله يبارك. قاعد في بيتكم ده ولا وين؟ ولا وين بيتنا؟ شنو يا حبيبي بيت شنو يا اخوي؟ اي احنا تعرف نقدر نقعد في بيوتنا، ما كرهونا النازل. والله يا اخي برضو كويس، برضو كويس والله. اها وانت كيف هسي؟ ما بطال غايته، مره كابس بي جاي، مره كابس بينا، غايته اي ماشي. نحمد الله مستر. لا والله يبارك، اشوفك طيب. الله يبارك. والله الحمد لله. وانت عامل كيف يا اخوي؟ والله يا اخي انا الحمد لله، لكن برضو طلعت من السجن هناك. ايوه قمت امشي اسلم على الاهل وكده. اها والله ما تصدق المشاكل اللي عملتها لهم في البيت. لا. يا اخي اختي ديك تذكرها؟ تذكرها مع راجله كل يوم شكلها قال بسببي انا. عشانك انت اخويا الاستاذ قال يا انا يا هو في البيت. اي قلت يا عبيد يا جوك يا اخي مالك؟ قلت لميت عندي قميصين كده حطيتهم في الكيس حبرتها فرتكتها. اه يا خليه يعيشوا حياتهم يا اخي، احنا ما نعمل لهم ازعاج. والله تعرف تعرف يا ود عمي. اي والله احنا اللي جينا للجد. اي الناس دي احنا حق نقدر ظروفهم يا اخي، احنا ما عملنا عمايل كعبه جدا جدا. ايوه عشان كده انا فهمتها. اي وطوالي الخارجة. اي طوالي ده الكلام الصح يعني. الحمد لله بعد ذاك جيت هنا، والله تعبتها، والله شردتها جعتها، لكن اخر لقينا الراجل الطيب ده يعني لما انا الحمد لله شغال هسي، دا
تاني بعد شفت الاجرام ده الله بينه وبينه تبت خلاص تبت كله انا ذاتي على الايمان تبت توبه نصوحه تاني بس ناكل من ذراعنا ده بس ما عندنا ده الكلام ذراعنا ده اهم شيء ده الكلام اشتغل يا اخوي الله يبارك وكيف انت الحمد لله ايوه يا معلم انا مش قلت لك الاشكال اللي بتعرفها من الشارع دي تاني ما داير اشوفها هنا يا معلم لكن ده طب والله اخو اخوان وعشرة سنين والله تقني انا ما اعرفه ده منو ده اخطر مجرم تاني ما يجي هنا ولو جه هنا انا حاجة اجدعك في الشارع فاهم ولا ما فاهم كويس ضبة فاضية يا معلم ما يمشي في 60,000 داهية شوف شغلك يلا كلام فاضي الله ما تعود يا أخينا تمنده يا خبيب